السلام عليكم وعليكم السلام، أهلين أخي. أخي، فيك تخبرنا يعني شو عم تشتغل هلأ؟ كيف عم تقضي يومك؟ والله عم نقضي يومنا نحن بالطبخ. نفيق من الصبح، قعدنا فترة شي أسبوع عم ناكل جرجير وخضرة وما خضرة، بس بعدين هلا ما صفى لا جرجير ولا صفى خضرة ولا صفى أي شيء بالأرض. جبنا بعدين ورق الصبارة، هي عم نخرطها هيك ونقليها، عم نحاول إنه نطالع منها أكل. هذا هو الأكل تبعنا. يعني هلا ما صفى شيء بالاراضي غير ما ورق صفى غير الصبار؟ ورق الصبارة، بس ورق الصبارة هذا هو اللي عم نطبخه طيب وناكله. كيف عم تطبخه هلا؟ فيك تفرجينا بس؟ هي عم نخرطها وفور عليها شوي مشان يروح منها الشوك والوصخ والشغلات هي منها، وبعدين بدنا نقليها وناكلها. ما بنعرف منها انه يا ترى مضرة مفيدة، المهم انه اكل يعبي المعدة. هذا هو صار اكل البني ادمين.